السلام عليكم، معكم كابتن رامي، بحييكم في الصباح الجميل هذا. جميع الناس تعرف انه الأزمة العالمية هاي راح تأثر على الجميع، سواء الطاقة النووية ولا الطاقة اللي مش عارف كيف ولا الطاقة النظيفة ولا أزمة روسيا ولا الغذاء ولا القمح ولا كل السلبيات والضبابيات اللي احنا فيها، وغير كورونا ومتداعيات كورونا وما بعد كورونا. بس أغلب الناس ما بتعرف كيف لا تقدر فعلا تعمل إشي، تقدم بصمتها، تسعى، تجتهد من خلال الفرص المتاحة، بصيص الأمل وسط كل هالضبابيات والهلوميات والسلبيات هاي. في نوعين من الناس، ناس بتستنى الأمور تتحسن وترجع الأمور زي قبل كورونا، وروسيا تصطلح مع الصين، وكوريا تصطلح مع كمبوديا، وبينها كل الناس تتغير إلا هم. وفي ناس تصطع الأحداث، بتشوف شو الأشي المتاح فيدي أنا، ممكن فعلا أستفيد أنا منه وفيد غيري وتصنعه. أنتم من أي نوع من النوعين هذول؟ مجرد فضول. لو في طريقة فعلا أقدر أستفيد منها في الصيف وحسن من دخلي وحسن من دخل الآخرين، وضع بصمتي في تحسين حياة الآخرين، ونقدم نكون إحنا جزء من الحل بدل ما نكون سبب في المشكلة أو زيادة المشكلة، هل هذا إشي طيب؟ من خلال نستفيد من التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي هاي، كشفت إنه في كتير شركات في الوقت الحالي بتقدم فرص هدايا للناس، وخاصة في الصيف تحسن حياته وتحسن حياة الآخرين، مش في الدولة هم موجودين فيها، حول العالم من خلال تطبيقات. حياتنا كلها عبارة عن كبسة زر، تطبيق صح ولا لا، تطبيق تحمل تطبيق صح، شئنا ما بين حياتنا كلها عبارة عن تطبيق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هاي. حلال عليهم حرام علينا؟ لا، احنا كمان كأفراد ممكن كمان ننجح، تمام. فهل في مانع لو شاركت معكم المبدأ هاي والفرص والهدايا المتاحة للجميع في الوقت الحالي، تمام، بحيث تفيد نفسكم وتفيد الآخرين؟ إذا أنتم متفقين الحمد لله أموركم بعيد عن الخطر، غيركم كمان ممكن تفيدوه وتقدموا لهم الفرصة هاي الهدية، حطوا بصمتكم في تحسين حياتهم، لأنه خير الناس أنفعهم للناس. إذا مبدأ هذا مناسبكم ممكن يعني فعلا أنتم تستفيدوا شخصيا أو بتحبين غيركم يستفيد، فتواصلوا معنا من خلال الفيديو هذا أو من خلال يعني ما وسائل التواصل الخاصة فيه، أو من خلال زملائي راح يشاركوا الفيديو هذا. ويعطيكم العافية، كان معكم كابتن رامي، تحياتي.